وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان رجل في ضائقة مالية عظيمة، وكان له أرض فأراد أن يبيعها ليفك ضائقته، فطلب إلى إنسان يقول له: ائتني بمن يشتريها، يعطيني غير كذا، يعطيني غير كذا، يعطيني. فكان آخر ما قاله: إلا جاءت لي غير 20 مليون، ما فوقه خذه، ما فوق 20 مليون حلال عليك. بين قوسين، هذه معاملة لا تجوز. إذا أردت أن تبيع شيئا وتبيع الطنوبيل، لا تقول للسمسار: أنا بغيت فيها 4 وداكشي اللي جبت فوق منه الله يربح. هذا لا يجوز، لأنه حينئذ تكون قد استأجرته بأجرة مجهولة. ما عرفش هو شحال غادي يخدم عندك، أنت شحال يبيع لك الطنوبيل، أنت استأجرته ليبيع السيارة. الأجرة لا بد أن تكون بشيء معلوم، لا تكون بشيء مجهول. شحال غادي يباع؟ 4.5، 4.200، 6، شحال؟ فتقول ليه: إلا جابت 4 غادي نعطيك 1000 درهم، إلا جابت 5 غادي نعطيك 5000. هكذا تخصو يعرف هو قبل ما يبدا في الخدمة شحال غادي ياخذ. فقال له: إذا أتيتني بمشتري يشتري ب 20 مليون أعطيتك ما فوق 20 خذه. قال: فأتاه بمشتري فاشترى الأرض ب24 مليونا، فأعطاه 5000 درهم. أين كلامك أمس؟ مفروض تعطيه 4 مليون، أعطيته 5000 درهم، لماذا؟ لأن الدينار والدرهم معشوق للناس، محبوب للناس، يكاد أن يكون معبودا للناس. الناس هذا دابا شنو يريد؟ أن يكنز تلك ال4 ملايين، خصو يدخرها يخليها ديالو، يولي يقول ليه: واش انت مشارك معايا فيها؟ والأرض ديالي عباد الله، وغيت فوبيرا مني. عباد الله، ليس هذا هو الكنز، ليس هذا ما يدخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أحمد أن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الدينار إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك العزيمة على الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك حسن شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. عباد الله، تدرون من هذا الذي يقول يدلكم؟ هذا الذي يدلكم هو أرأف بكم من أمهاتكم اللائي ولدنكم، يريكم الذي لكم فيه الخير. بغيت تكنز، بغيت تدخر شي حاجة، تخبي شي حاجة لدوير الزمان، للزمان الذي لا بد أن يدور بكل مخلوق. هذا الزمان كل شيء غيدور به يوم القيامة. اكنز هذه، ما تكنزش هذه. إذا كنز الناس الذهب والفضة عندك أنت، لا تكن غبيا أحمق، تكنز ما كنزوا، اكنز ما يدلك على نفعه لك. هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يروي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما أنزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه لبعض: قد نزل في الذهب والفضة ما قد عرفتم، ما قد علمتم.
فلو عرفنا أي المال خير اتخذناه، لأن دابا عرفنا أن الذهب والفضة ليس خير المال، لأن شوف سيدي ربي يقول فيه لا يصلح للكنز. هما لو عرفنا أي المال خير أحسن من هادشي يمكن يجوه لفعلنا. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ليتخذ أحدكم، زعما لي كنيز، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. الآن قد سمعتم ما سمعتم، فانظروا كيف تصنعوا. هل يكون أحدكم أحمق يكنز ما يذهب؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس كذا فكنزوا أنتم هذا الشيء؟ لماذا؟ ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ يفهم منه أن هذا هو الذي فيه الخير، كنز الذهب والفضة لا خير فيه. لماذا؟ واش دابا شي واحد غتقول ليه شوف انت لو بقيتي كتجمع في الدرهم هادشي ما عندك فيه الخير، اللي عندك فيه الخير هو تبقى تقول تحفظ هاد الدعاء تحفظه تبقى تقوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، هادشي خاص تحفظه، هذا هو الكنز تبقى تقول فيه. غادي يقول لك انت بعقلك شنو تقول لي الدرهم والدينار ما فيهش الخير نخبيه وهادشي هو اللي مزيان؟ إياه، لأن ربنا سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير يعني أخيار من ذاك الشيء. ربنا سبحانه يقول ما عندكم ينفد، هذا الذهب والفضة اللي عندكم اللي خبيتوه ينفد، وما عند الله باق. هو انت كتخبي باش يبقى لك، هادشي كتخبي ما تيبقاش، ها هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تيبقى هو هذا. فانظر ماذا تكنز. عباد الله، من كان ذا الذهب والفضة فإنه طلب بقاء ما لا بقاء له. ثم أخبركم بشيء عجيب خاص بهذا الذهب والفضة بالدرهم، إذا أردت أن تنتفع به خاص به، أخبركم به فيما أستقبل. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله بعد. الشيء الذي هو خاص بالذهب والفضة بالدرهم والدينار أنه ما دمت تكنزه فإنك لا تنتفع به. متى تنتفع به؟ إذا أنفقته. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقاك. تتفرقوا معك تتبعدوا عليك تتنفقوا ما تنفعوا، واش بالرفيق هذا؟ الرفيق اللي تتبعد منك عاد تنفعك، ما حد معك ما نفعكش. لتفهموا انتكاسة التصورات في العصر الذي نحياه. من هو سيد الناس في عند الناس؟ لما تقوموا لما تبحثوا لما تبوسوا اليد لما تقول لي سيدي ومولاي وكذا، واخا ما نفعك حتى باش تنقي دراسك، حيت عنده الفلوس هو ما تنفقهمش، راه ما تنفقش ما تدورش معك ما تيعطيكش ما تنفعكش، ولكن غير كتشوفوا لاباس عليه كتولي تهضر مع واحد هضره اخرى. علاش تيبان لك هذاك سيد ابو طالب؟ شوف انت تصوراتنا عن تصورات كفار قريش في الجاهليه. كفار قريش في الجاهليه كان السيد عندهم ليس هو كثير المال انما هو كثير البذل. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا من سادات قريش وكان فقيرا، ما عندوش باش ياكل ولاده، عنده بزاف الاولاد ما عندوش فلوس. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم خو ابو طالب، جاء العباس الى النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى العباس فقال له ان اخاك ابا طالب كان
كثير العيال. وجات شي 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 سنين جات شي مجاعة، أجي نخفوا عليه من ولاده، فمشاو عنده فقال لهما: إن تركتما لي عقيلا خليوا لي غير الدري، كان عزيز عليه عقيل، خليوا لي هذا خذوا اللي بغيتوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، علاش النبي صلى الله عليه وسلم غادي يربي علي بن أبي طالب؟ هذا باش جا عنده. وأخذ عباس واحد آخر، هل ما عندوش باش يوكل ولاده؟ تياخذوا ليه، أجي أنا نربي هذا ولدك، كنت أربي هذا. ومع ذلك كان سيدا من سادة قريش. علاش؟ لأنه فاهم أش اللي تيكنزو هما؟ ما كانوش تيكنزو العمل الصالح، كانوا تيكنزو حسن الأحدوثة، أنه يبقى يتقال فلان كان تيدير وفلان كان تيدير وهذاك عبد المطلب تيدير وهاشم كان تيدير. إلى الآن الناس تقرأ الأبيات: عمرو العلا هاشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عيره. مسنتون سنة المجاعة، هو تيعطيهم الثريد، الحجاج تيوكلهم الثريد في واحد العام ما كاين فيه والو، بقى تيتذكر بها. وانت دابا ما تيعطيكش، ما تيتصدق، ما تيعتق، ما تيدير، ولكن راحت عنده الفلوس. راه سيد، واش درت بعقلك؟ وتريد ان تكون سيدا مثله، تحذو حلواه بان تكليز ما لا ينفعك، ثم بعد ذلك يبقى لمن لا يحمدك. واش دابا انت عاقل؟ واش تكنيز ما لا ينفعك لانه انت كيشدو. انا كنت عارف واحد المره، واحد حج معايا، واحد الانسان من الاثرياء، قال لي: هذا الرجل من الاثرياء، تيدير على راسه واحد العمامه. تنقول لي: هذا الثوب، هذا الكتان ديال العمامه، حنا تنشعلوا به الفاخر، انت ديرو فوق راسك. علاش كنز خصو شحال عندي في الكونت دابا؟ مليار، خصني جوج، خصني ثلاثه، خصني اربعه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى ثانيا. هذا الحديث تحمقني والله، لا ينقضي عجبي من هذا الحديث. انتم في الرباط كاع تعرفوا واد بورقراق، لو ان هذا الوادي ملكا لاحدنا، ديالو ولا ديالو، وجيت انا عند هذاك مول الواد، مول ابو القراق، وقلت ليه: هذا الواد اعطيني منه، عمر لي منه هذا السطل. غادي يقول لي: خذ. ومني غيعمر لي السطل ويتلفت للواد، غيبان لي شي حاجه نقصات في ذاك الواد، حتى حاجه ما نقصات. واخا انا غادي نجيب ليه غدا نقول ليه: بغيت نعمر هذا السيتيرنا، كاميو سيتيرنا، انا بغيت نقول ليه عمرو، غايقول لي: عمر، عمرت السيتيرنا هذاك، سيتيرنا شحال من طون ديال الما فيها. ومن بعد يتلفت للواد، غيبان ليه نقص الواد، نقص داك الشيء، طون 10 طون 20 طون ديال الما تخلطت من الواد، غادي يدور غير نقص ونقص والو. تخيل هذا الواد ذهب يتعمر منه بالسيتيرنات وما تينقص والو، وبغى يزيدو واحد اخر، اش دير به؟ واش انت كتخوي بالسيتيرنات وكيبان لك الخاص وبغيتي واحد اخر؟ هذا فعل العقلاء يا عباد الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تيورينا، نخليوه هدرتو يكنيزو هؤلاء الكلمات. وماشي غير هادشي، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الايتين الاخيرتين من سوره البقره كنز، اوتيه صلى الله عليه وسلم من كنز من بيت تحت العرش، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. كنز. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي: نعم كنز الصعلوك البقرة وآل عمران. الصعلوك هو الفقير، الصعلوك ماشي معيار عندهم، الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له. تيقول لك ابن مسعود: نعم الكنز ديال الصعلوك، الفقير هذا اللي لا بدي كنز شي حاجة، نعم الكنز له البقرة وآل عمران يقوم بهما في آخر الليل. عباد الله، ليكنز احدكم ربه، هو اللي ادخر، ادخر سيدي ربي ليك انت، ماشي ادخر الفلوس. هكذا كان يصنع العقلاء. قيل لرجل من الصالحين وكان ثريا وكان ينفق: هل ارامي هل يتامى الفقراء الطلبه العلماء القران فيش ينفق؟ من حضرته الوفاه قيل له: لو ادخرت من مالك لابنائك تخليهم. قالهم: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأبنائي. هذه مقامات عالية، لكن غير شوية منها، ماشي كل شيء، غير شوية. النبي لماذا يكون كنزك ربك
لتجده عند الحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا ممن حفظوا ربهم فحافظهم، وممن حفظوا ربهم فوجدهم فوجدوه تجاههم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا